النور قبيده ديالي اليوم جيت عندكم باش نوجد لكم واحد الكونسونطري. قلت غنوجدو غنصور لكم كونسونطري ديال الليمون. غادي ينفعنا كيلو ديال الليمون غيخرجنا 10 لتر ديال لو جو اللي نقدروا نخلطوا مع جميع الفواكه. عرفتوا الثمن ديال العصير ديال الليمون كيغلى بزاف في رمضان، دونك قلت علاش ما نشارك معكم. انا دايره نشارك معكم اي حاجه كتستافد منها الا ونفيدكم بها، وان شاء الله نتمنى تعم الفائده وتبارطاجيو هذا الفيديو ويعاون كلشي زعما تستافد منه جميع النساء. دونك بالنسبه ليا هنايا عندي كيلو ونص ديال الليمون، غادي نسلقهم 3 فوا. دونك غادي نسلقهم، غندير الماء وشويه الملح، منها هذا ليمون بيو، منها كتعقم الجلده وداكشي وكتحيد منها المروره. دونك غنسلقهم 3 فوا. دونك هنا درت طنجره فيها الماء، غادي ندير فيها هذا البرتقال راه مغسول ونشفته، ولا غنسلقوا السلقه الاولى ونعاود نسلقوا السلقه الثانيه. وهنا دابا من بعد ما تسلق ثلاثه د المرات كي قلنا حيدنا هذاك الماء وشدينا قطعناه نقيناه من العلف اللي فيه، وغنبدا نطحنوا بهذاك القشره ديالو حتى غنكمل الطحين ديالو. خليكم معايا باش تشوفوا في الاخر. دونك هنا باش ما نبقاش واخده الوقت بدلت هذاك الراس ديال الطحانه وانا نديرها في الكوكوط. درت كلشي مقادير في الكوكوط، داك الليمون بليتو في الكوكوط، ضفت عليه شويه ديال الماء باش نخفف هذاك الميلونج باش نقدر نطحنو. صافي غادي نطحنو مزيان مزيان وغادي نديرو فوق النار. غنضيف عليه بالنسبه لكل كيلو غنضيف كاس ديال السكر، من بعد نتوما تحليكم ما بغيتو. غادي نضيف نص كاس ديال العصير ديال الحامض، ومن بعد غادي نخليها انا ما غنصفيش دابا وقت ما بغيتو ديك الساعه. ومن بعد ديك الساعه غادي ديروا تزيدوا لا كونتيتي ديال 10 لتر ديال الماء اللي زعما تاح اتيح له، اللي ما يمكنش ليه ديك الساعه غادي يديرهم في دي بيغوار في طاسات صغار، وغيديرهم كي درتهم انا في الكونجيل. فيما بغيت هذاك المقدار اللي بغيت درت طاسات صغار، فيما بغيت هذاك المقدار كنزيد عليه الماء حتى كيسميتو، من بعد كنصفيه ونطحن به الفواكه اللي بغيت. هانتوما كيما كتشوفوا راه عصرت عليه انا حامضه كامله وحامضه ونص، يعني نص كاس ديال الحامض. عندكم داك لوغو ديال لورانج ولا ديال السيترون ممكن تزيدوه. فوالا غنخليه يدفى شويه، وضفت لكل كيلو كنضيف كاس ديال السكر. من بعد زيدوا، انا درت كاس ونص ديال السكر، عندي كيلو ونص. هانتوما كتشوفوا درتو في الطاسه، وقت ما احتاجيت نطحن اي فاكهه كنجبدو كنزيد عليه الماء وكنصفيه عاد كنطحن. نتمنى ان شاء الله تكون وصفه خفيفه ظريفه، نتمنىكم تشتركوا، ما تخرجوش حتى تخليو ليا لايك بارطاجيو. والناس اللي جداد مرحبا بهم، شكرا للناس اللي كيدعمونا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.